بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة النهاردة تهم الستات الحوامل اللي بيجي لهم سكر أثناء الحمل فقط. ستات، وده حاجة شائعة جدا بين الستات، إن تبقى طبيعية ما عندهاش سكر، لكن أما يحصل حمل بيبدأ يظهر عندها مرض السكر. وده مشكلة علاج الست الحامل، إن إحنا بنبقى محدودين في العلاج، مش قادرين نعالج بأي دواء من أدوية السكر اللي هي البرشام اللي تسمعوا عنها دي كلها، نظرا للخطورة بتاعتها أو الخشية من تأثيرها على الجنين. فمبقاش قدامنا غير نوع واحد بس الست تتعالج بيه، اللي هو الإنسولين. ممنوع تاخد أي حاجة تانية غير الإنسولين. وحتى عملوا ابحاث على الميتفورمين، بس برضو اللي هو الجلوكوفاج يعني، بس برضو لسه مش متاكدين تماما هل هو مفيد يعني او غير مضر للجنين عند الستات اللي عندهم سكر الحمل. طبعا سكر الحمل خطير على الست وخطير على الجنين، ممكن ان يؤدي الى ان الست تولد قيصري، ممكن يبقى الاعراض الجانبيه بتاع السكر كلها ممكن تحصل لها زي اي واحد او واحدة عندهم السكر، بيؤدي لزيادة وزن الطفل عند الولادة، ممكن يحصل الصفرة، ممكن يعني مشاكل كتيرة جدا، الدهون بترتفع عند الست، ممكن يؤثر على الضغط عندها، يعني عملية صعبة على الست وعلى الجنين او المولود. ولذلك لازم ان احنا ندور على حاجة تساعد الانسولين. احنا مش هنقدر يعني، او لو لقينا حاجه حتى تغنينا على الانسولين يبقى كويس. ففي ابحاث كتيره اتعملت على الموضوع ده، والنهارده انا جايب لكم بحث ملخص الخلاصه بتاعت الابحاث دي. الخلاصه بتاعتهم ان هم يعني جابوا حاجه اسمها البروبيوتيك. ايه هي البروبيوتيك دي؟ البروبيوتيك دي بيسموها البكتيريا النافعه. موجودة طبيعي في الزبادي وفي بعض المخللات زي حاجة اسمها الكفير وزي المخللات اللي عندنا، بس طبعا المخللات اللي عندنا بنحط عليها ملح كتير، وده ممكن يموت البروبيوتيك او يموت الميكروبات، يعتبر كمادة حافظة، لكن اللي ملحها قليل دي ممكن تكون فيها بعض الميكروبات النافعة. خدوا بالكم كلمة ميكروبات دي ما تخضوش منها، لان ربنا خالق البكتيريا في منها 99% نافع و1% ضار. كل الامراض الاسهال والمشاكل اللي تشوفوها دي كلها، اي مرض بيجي من البكتيريا كله بيجي من 1% البكتيريا الضارة دي، لكن بقية الانواع نافعة جدا. فموجودة في الزبادي بتركيز محدود يعني، ولذلك ينصحوا دايما الستات الحوامل عموما ان هم ياخدوا الزبادي، عشان طبعا اللبن والكالسيوم والمعادن والحاجات المفيده، بروتينات المفيده فيه للست الحامل. لكن الست بقى اللي عندها سكر محتاجين ندعم وندي حاجه زياده. فالبروبيوتيك برضه فاصلينها بقى في كبسولات عددها بالمليارات، تلاقي الكبسوله كده عاديه خالص بس جواها 5 مليار خليه بكتيريا نافعه اسمها بروبيوتيك. طيب عملوا الابحاث دي كلها على اكتر من 723 مرأة عندها سكر الحمل، وبدأوا يقيسوا بقى كل مؤشرات السكر ومؤشرات اخرى، وجابوا النتائج اللي هنشوفها حاليا. اول حاجة بقوا يقيسوا لهم السكر الصبح، بيسموه سكر الصايم، جلوكوز الصايم، اللي هو المفروض الطبيعي بتاعه بيبقى 110 او 7 عند حسب نوع القياس يعني. فلقوا ان السكر الصايم عند الستات اللي بياخدوا كبسولات البروبيوتيك اقل من السكر الصايم عند المجموعات الايه المقابله اللي ما بيدوهاش بروبيوتيك، سايبينها عادي. ونسبه الانخفاض معقوله، حوالي 4.2 مللي جرام لكل ديسيليتر، نسبه معقوله مش عاليه بس معقوله، افضل من المجموعه اللي ما بتاخدش. يبقى ده هو بيساعد على تنظيم سكر الصايم. طيب في حاجه بقى كمان اسمها انسولين الصايم، اللي هو مستوى الانسولين في الدم لما تصحى من النوم قبل الاكل. اللي عند برضو الناس اللي عندهم السكر بيبقى عندهم زياده او ارتفاع في نسبه الانسولين. هتقول لي عنده سكر وانسولينه عالي، اقول لك دي العجيبه اللي في السكر، ان الانسولين اللي المفروض يخفض السكر بيعلى عند مريض السكر. يعني استجابه الجسم له بتقل، حاجه اسمها مقاومه الانسولين، انسولين كتير بس مش مفيد للجسم. فلقوا ان انسولين الصايم ده كميته اقل عند الستات اللي بياخدوا البروبيوتيك، اقل بحوالي 3.4 مايكرو
وحده دوليه من الستات اللي ما بياخدوش البروبيوتيك، يبقى كده بقلل سكر الدم وبقلل الانسولين. طب ده حاجه كويسه جدا، ده بالنسبه للصيام. طيب بالنسبه بقى لحساسيه الخلايا للانسولين، كل ما زادت الحساسيه للانسولين كل ما بقى احسن، يبقى اقل كميه انسولين هتجيب نتيجه. فلاقوا ان الستات اللي بياخدوا البروبيوتيك حساسيه الانسولين عندهم بتزيد، جسمهم بيحس بالانسولين، فبالتالي دي مش حساسيه يعني هرش، لا ده حساسيه يعني استجابه الجسم للانسولين اللي موجود احسن، فبالتالي الجسم ما يحتاجش يطلع انسولين كتير. فكل دي حاجات مفيده جدا. لو ايه تاني بقى؟ لو حاجه غريبه جدا، ان لو الستات كل ما كان وزنها زايد اثناء الحمل، يعني كل ما تخنت من الحمل او حتى هي تخينه اصلا ومؤشر كتله الجسم بتاعها عالي عن الطبيعي، كل ما كان تاثير البروبيوتيك عندها اعلى. يعني بيفيد الستات التخان اكتر، او الستات اللي وزنها زاد في الحمل اكتر من الزياده الطبيعيه. فحتى بيقول لك ان دول لازم بقى الدكتور يكتب لهم البروبيوتيك، ده ضروري يكتب لهم البروبيوتيك علشان نتيجته معاهم اعلى بكتير جدا. طيب فوائد تانية بقى لقوها على الجسم عموما، اول حاجه لقوا نسبه الدهون في الدم قلت للجماعه اللي بياخدوا البروبيوتيك. يعني ايه الدهون في الدم؟ يعني الكوليسترول عندهم بقى اقل، حاجه اسمها الترايجلسرايد الدهون الثلاثيه العمليه عندهم كويس. ده احنا ستات الحوامل دول ما نقدرش نديهم، لو لقينا الدهون عندهم عاليه ما نقدرش نديهم دواء الدهون، ممنوع عشان السكر اللي عندهم، عشان الجنين اللي عندهم ده ممكن يتاثر، فما نقدرش نديهم دواء دهون. فاذا عندنا حاجه اهي بتخفض الدهون. لو حاجه مهمه جدا جدا، ودي ممكن تكون درب الام ودرب الجنين اكتر، حاجه اسمها الاجهاد التاكسدي، التاكسد بتاع الجسم، نسبة الإجهاد التأكسدي لما بتعلى بيبقى خطر على أي إنسان. يعني الشيخوخة جماعة المدخنين مثلا، الجماعة اللي بيدخنوا دول عندهم إجهاد تأكسدي عالي جدا، ولذلك بيجي لهم أمراض كتيرة قوي بسبب التدخين، اللي استمروا فترة كبيرة من التدخين بسبب الإجهاد، يجي لهم سرطانات ويجي لهم سكر ويجي لهم ضغط ويجي لهم مشاكل كبيرة جدا بسبب التدخين، كل ده من الإجهاد التأكسدي. يعني إيه إجهاد تأكسدي؟ يعني في مواد ضارة بيسموها شقوق حرة بتتخلق في الخلايا بنسبة أعلى من الطبيعي، وتضر الخلايا. يعني مش هندخل في تفاصيلها لأن اتكلمت عن الحاجات دي في حلقات كتيرة ومش عاوز أطول في الفيديو عنها. كل ما قلل الإجهاد التأكسدي كل ما بقينا في أمان من الحكاية دي. لقوا إن البروبيوتكس بتقلل الإجهاد التأكسدي عند الستات اللي بتاخده عن الستات المقارنة، المجموعة المقارنة اللي ما خدتش البروبيوتك. طبعا الستات اللي ما بتاخدش البروبيوتيك هو بيجوا في الاول يقول لك تختار تبقى انه في انه مجموعه، تاخد ولا ما تاخدش، عشان ايه يعني بتبقى في اختيار الست نفسه، ويصنفوهم لمجموعتين. طيب ايه النتائج بقى على الموضوع حاله الولاده نفسها؟ قال لك المجموعه العدد الكبير ده اللي خد البروبيوتيك ده لقوا ان نسبه الولاده القيصريه فيهم اقل من نسبه الولاده القيصريه في المجموعه اللي ما خدوش بروبيوتيك. يعني قلل نسب حدوث الولاده القيصريه. ما في اقل بكتير جدا نسبه العملاقه عند الاطفال اللي مولودين، اللي هو الوزن الزايد، ان المولود يطلع وزنه زايد بسبب السكر، فقلل الحكايه دي كتير، يبقى كده بفاد الام وفاد الطفل. حاجه كمان مهمه قوي ان هو قلل عمليه فرط، حاجة مهمة قوي ان هو قلل عملية فرط البيليروبين اللي هي الصفرة. الطفل يتولد عنده الصفرة، يعني مسفرة وجسمه مزرق والكلام ده، ويضطروا يحطوه تحت ضوء ويدوله علاجات عشان تنشط الكبد بتاعه، وممكن يتحجز في المستشفى. وهم كمان برضو لقوا ان نسبة احتجاز الاطفال في المستشفى بالنسبة للجماعة اللي بياخدوا بروبيوتيك اقل من احتجازهم في النسبة اللي ما بياخدوش. يبقى اذا ضروري ان الستات تاخد بروبيوتيك، وده بطريقتين، الزبادي والكبسولات. الكبسولة مرتين في اليوم، هم عملوا الابحاث على المرتين في اليوم دي، ولازم يكون بعد الاكل على طول او مع الاكل عشان البكتيريا تقدر تعيش وتقدر تفيد الجسم. عندنا في الصيدليات في ثلاث شركات بتطلع البروبيوتيك، اتنين بيطلعوه كبسول، شركة مصرية بتطلعه باسم لاكتيول فورد. وللأسف انت لو سألت الصيدلي بتاع ايه ده هيقول لك ده علاج للإسهال، لان البروبيوتيك برضه مفيدة للإسهال. ليه؟ لان هي بكتيريا نافعة، والإسهال بيبقى ينتج من بكتيريا ضارة، فبتخش البكتيريا النافعة تحارب البكتيريا الضارة وتقضي عليها.
فهو الاستعمال الشائع بتاعه في مصر ان هو للاسهال، لكن بقيه الدول العالميه كلها عارفه البروبيوتيك وعارفه فوائدها الكبيره قوي مش بس للاسهال. فاسمه لاكتيول فورت، ده كبسولات للكبار، بتاخد كبسوله مرتين في اليوم. في النوع المستورد الاجنبي اسمه لينكس، وده بيتاخد زيه برضه، بيتاخد كبسوله مرتين في اليوم، وده هتلاقيه بقى في كل الدول العربيه، يمكن لاكتيول ده عندنا بس في مصر، الا اذا كنا بنصدره لدوله تانية ما عنديش فكره. وفي كمان واحد بتنتجه شركه فرنسويه اسمه انتيرو جيرمينا، ده بقى اللي هو امبولات بلاستيك، ليس مش كبسولات، ولكن عليها تحذير كبير جدا ان الامبولات دي مش الحقن، ده الامبولات دي الست بتقطعها، تقطع الراس بتاعتها البلاستيك وبتشربها، بتتشرب، اوعى حد ياخدها حقن لان كده يبقى غلط كبير قوي. انت خدت ميكروبات صحيح هي نافعه، بس في نافعه وهي في القولون، لكن ما تجيش تحطها في الدم تبقى مشكله، ممكن تاثر على الانسان. فهي امبولات بتتشرب وعليها تحذير واضح جدا جدا باللغه الفرنساوي والانجليزي والعربي انها مش للحقن خالص، هي للشرب بس. وده يعني ناس كتير قوي بتخاف تديها للمرضى عشان لحد ياخدها ولا حاجه، ياخدها حقن يعني. فدول التلات انواع اللي ضروري ناخد نوع منهم يا جماعه مع الزبادي، لفايده او لمصلحه السكر عند ستات الحوامل. وده موضوع حلقتنا النهارده، وفي الحلقات الجايه كالمعتاد هندور على ابحاث مفيده للصحه بتاعه الانسان لمختلف الامراض بتاعته او الفوائد، ونعرضها عليكم. والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.